نذهب إلى رفح، معنا من هناك مراسل عربي صالح الناطور، وأيضا نسألك صالح عن آخر التطورات في البداية الميدانية مرورا بأوضاع النازحين والأوضاع الإنسانية بشكل عام. يعني لو بدأنا أحمد من المحور الفاصل بين مدينتي رفح وخان يونس، المنطقة الجنوبية تحديدا من مدينة خان يونس، هذه المنطقة تتعرض خلال ساعات الصباح وحتى هذه الساعة إلى قصف مدفعي متواصل. نتحدث عن عدة مناطق كمنطقة جرت اللوت ومنطقة قيزان النجار وقيزان أبو رشوان ومنطقة البطن السمين. هذه المناطق خلال الساعات الماضية منذ منتصف هذه الليلة حتى هذه الساعة هناك قصف مدفعي متواصل على هذه المناطق، وعمليات نسف لمنازل وبيوت بحسب الأصوات التي تسمع من مناطق المتاخمة للمنطقة الجنوبية لمدينة خان يونس هنا من شمال مدينة رفح. في الساعة الماضية أيضا أفيد من مصادر طبية عن نقل جثامين 3 شهداء من منطقة جرت اللوت إلى المستشفى غزة الأوروبي، كانوا قد استشهدوا فيما يبدو في القصف في عمليات قصف إسرائيلية على هذه المنطقة التي قلنا أنها واحدة من عدة مناطق تتعرض منذ ساعات لقصف عنيف من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما ذهبنا إلى جنوب هذه المناطق وهي المنطقة الشمالية لمدينة رفح، منطقة ميراج، هذه أيضا تعرضت خلال الساعات الماضية إلى أحزمة نارية عنيفة أكثر من مرة، وصوتها كان قويا وشديدا على خلاف ما كان في الأسابيع الماضية، وهذا يشير إلى أنه لربما هناك عملية توسعة في قصف هذه المنطقة الفاصلة بين المدينتين باتجاه مدينة رفح من المنطقة الشمالية منها. وهذا يعني مثار قلق بالنسبة للناس هناك تحديدا النازحين، لأننا نتحدث عن أطراف مدينة رفح الشمالية التي فيها آلاف الخيام وعشرات آلاف العائلات الفلسطينية التي نزحت إلى هذه المنطقة والمنطقة الغربية من مدينة رفح، وأي توسع لعمليات قصف إسرائيلية أو حتى تقدم من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية من المحور الشمالي لمدينة رفح هذا سيدفع بآلاف الناس للخروج من هذه المنطقة، وبالتالي الوجهة الوحيدة ستكون إما إلى مركز مدينة رفح أو إلى المنطقة الغربية التي هي بالأساس مكتظة، حتى وصل الأمر لكثير من الناس أن ينصبوا الخيام على شط الساحل الغربي للمدينة، أي ملاصق تماما للبحر من الجهة الغربية، ومن الجهة الجنوبية بطبيعة الحال الحدود الفاصلة بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية. أما في باقي مناطق مدينة رفح يمكن القول أنه خلال يوم أمس وحتى هذه الساعة تعرضت هذه المدينة بالمجمل في كل مناطقها إلى أعنف الغارات على مدار الأسابيع الماضية وأوسعها. هناك 3 استهدافات ل3 منازل في منطقة حي تل السلطان، هناك استهداف لمنزلين في هذه المنطقة، والثالث كان في منطقة حي الزهور إلى الشرق من مدينة رفح. هذه الاستهدافات الثلاث أسفرت عن عدد من الشهداء، في المنزل الأول استشهد 4، وفي المنزل الثاني في حي تل السلطان استشهد فلسطيني، وفي حي الزهور استشهدت أم وطفلتها في هذا القصف الإسرائيلي على منزل في هذه المنطقة، وهي قريبة كذلك من منطقة ميراج المنطقة الشمالية من مدينة رفح. أيضا على الجهة الجنوبية من المدينة هناك كان قصف إسرائيلي ومن الطيران الحرب الإسرائيلي على منطقة حدودية إلى الجنوب من مدينة رفح، واستهدفت هذه المنطقة صباح هذا اليوم بصاروخين كما سمعنا من أصوات الانفجارات في تلك المنطقة، ويوم أمس أيضا استهدفت منطقة جنوب حي البرازيل وهي منطقة كذلك حدودية تقع على الحدود المصرية بين مصر وقطاع غزة، استهدفت كذلك بغارتين وقصف إسرائيلي من الطيران الحرب الإسرائيلي، أي أن نحط المحور الجنوبي كذلك يتعرض للقصف، لكن نحن نتحدث عن المنطقة الشرقية الجنوبية من مدينة رفح، وهذه منطقة فيها أحياء سكنية كحي البرازيل وحي السلام وتل زعرب
وهذه مناطق فيها مبان سكنية وفيها نازحين. أما المنطقة الشرقية الجنوبية من مدينة رفح وهي التي فيها العدد الأكبر من النازحين فهذه لم تكن يعني قد يعني هذا القصف لم يطاول هذه المنطقة التي كما قلنا أن في رسائل سابقة ورصدنا أيضا من هناك كيف كانت الخيام ملاصقة تماما للجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة. شكرا جزيلا لك من رفح مراسل العربي صالح الناطور.